طبعا يعني زهراء، يعني من اكثر المواقف اللي احنا حابين نسمعها، يمكن صارت اكو مواقف وياك، اذا ممكن تسمعينا اياها. يعني يمكن انت كطبيبه يمكن هوايه تشوفين قدامك ممكن شخص يعني ضغطه ينزل، او ممكن تصافين اشياء يعني خلينا نقول احنا ما مرين بيها. شلون تكون هذه صح. المواقف؟ شلون تساعديهم؟ هو صدفة هي أول حالة صارت عندي بحياتي كلها، أنه خلال نزولنا من المطار صارت عندي الحالة قبالي أنه شخص أغمى عليه، فحاولت أساعده أنه مددت يعني جسمه ورفعت رجله، حاولت أساعده بالإسعافات الأولية اللي علمونا إياها الجامعة، بالإضافة إلى أنه حاولت أنقذه إيش قد ما أقدر، اللي هو الشخص اللي أغمى عليه بالمطار، نعم وسويت له الإسعافات الأولية من البداية للنهاية، ومن ضمنها اللي هي CPR الحمد لله والشكر، وقدرت أرجع النبض مالته، وبالإضافة لأنه الكونتاكت بيني وبينه همين الحمد لله أحسن كان، نعم وبعدين اتصلنا بالإسعاف وأخذوا وفاي. كانت أول حالة بحياتي.